اتيكيت المقابلات. احيانا كتير بنقابل ناس لاول مره مش بنكون عارفين احنا الحقيقه ازاي نتعامل معاهم بالطريقه الصح, او يعني ممكن نكون كمان رايحين معزومين عند ناس صحابنا برضو ما نكونش عارفين ازاي نتعامل معاهم بطريقه صح, وخصوصا احنا ممكن نكون صحاب بس اول مره ندخل البيت عندهم. طيب الاهم بقى لو كانت المقابله دي مقابله شغل او رايحه اقدم في شغل جديد وانا مش عارفه الناس ومش عارفه ادخل لكل حد ازاي ومش عارفه طبعا طبيعه الاشخاص اللي قدامي, كل الحاجات دي هنعرفها بالتفاصيل من ضيفتي العزيزه خبيره الاتيكيت شهندة شاور. شهندة اهلا بيكي. بيكي منورانا في كلام البنات. ميرسي, مبسوطه خالص اني معاكي. والله واحنا كمان مبسوطين ومنورانا بجد. مرسي. منوره القناه كلها. ميرسي بجد. طيب اتيكيت المقابلات وزي ما انا قلت هو بيندرج تحتيه حاجات كتير جدا. ايه هو اتيكيت المقابلات؟ اوكي, اتيكيت المقابلات هي الاصول اللي بنتبعها واحنا بنتعامل مع حد لاول مره بنتعامل معاه. اوكي, اقول ايه ما اقولش ايه, ايه الحاجات اللي المفروض ان انا ابعد عنها تماما في التصرفات. هندي طبعا امثله كتير. بنشوف ناس لاول مره بدون ما يتكلموا اطلاقا بنحكم عليهم من خلال المظهر. تخيلي ان المظهر بيكون 55% من الفيرست امبريشن, الانطباع الاول. يعني انت بتشوفي حد لاول مره بتشوفيه بدون ما يتكلم, بتشوفيه كمظهر كلبس كهيئه خارجيه من بره. كهيئه خارجيه بالظبط من غير ما يتكلم, انت بتحكمي عليه من خلال الشكل والمظهر from A to Z, من هنا لهنا, من اول شعر راسه لحد رجله. ده بيكون 55% من الانطباع الاول. طيب خلينا نمسكها برضو واحده واحده. لو هروح اقابل ناس مثلا هتعرف على اصدقاء جداد مثلا, ايه اللبسه بقى لابسه ايه؟ طبعا يعني مهم جدا ان انا اشوف الاول اذا كنت انا بالنهار ولا بالليل. يعني مثلا في ناس بتبقى عايزه اتحنت في الموضوع شويه, ممكن في ناس تبقى اوفر في نفسها قوي الصراحه جدا. يعني ممكن مثلا تخيلي انت لو هتتقابلي مع صحابك في نادي, اوكي, في ناس ممكن تلبس بيلمع وتحط فول ميك اب, اوكي, وتعمل شعرها حاجات كتير كده في جوه بعض وتحط اكسسوارز كتير, هي فاكره كده ان هي ستايلش او انيقه او واو. خالص بالعكس, انت عملتي حاجه غلط في مكان غلط. يعني المفروض ان يعني ممكن ده ينفع بس مثلا رايحه سهره, فهمي دي بقى رايحه فرح الكلام ده. طب لو انا رايحه اقابل عريس لاول مره, ده دي ستابس تانية خالص. ايه بقى؟ يعني اكيد العريس ده بيبقى بعد الظهر مثلا, ما بيبقاش الصبح. لا, ايه الكلام اللي اقوله؟ ايه الكلام اللي ما اقولهوش؟ ايه اللبس اللي انا البسه؟ ايه الحاجات اللي انا ما البسهاش خالص؟ تكون فامنن على قد ما تقدر, ليدي كده يعني, بنوته فامنن. تقدر ان هي طبعا تلبس اللبس اللي هي عايزاه, مش هنحدد ان هي مثلا تلبس, ما يبقاش مبهرج متهيألي برضه قوي يعني. لا بصي, هو الفامنن او انها تبقى فيها انوثة, ممكن تلبس لبس لطيف حلو, سكيرت مثلا, حاجه تبين انوثتها, سكيرت دريس, سكيرت وات ايفر, هي بتحب ايه الستايل اللي هي حلوه فيه. بس بقى الميك اب يكون لايت, يكون خفيف. طبعا في ستبس كتير جدا لو احنا في البيت ولا بره. لا وبعدين البنات ما شاء الله دلوقتي, او الرجاله على فكره يعني, بقوا يدخلوا مثلا خلاص مثلا لو عريس صالونات او مثلا في جروب قاعده بالفيسبوك سهل كل حاجه جد. بندخل نشوف هو ايه اللي بيفكر فيه او ايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبوش, فده متهيألي سهل كتير قوي على البنات وعلى الولاد. انا بحس ان هو ما سهلش لان كل كاركتر مختلفه عن الثانيه, كل شخصيه مختلفه. يعني انت بتتعاملي مع الحد اللي قدامك عن طريق مثلا معلومات قريتيها على الفيسبوك, طب ما ممكن يكون هو شخصيه ثانيه خالص. فيك يعني, هو عاملها اللي هو اللي انا ظاهراه غير اللي انا جواه. دلوقتي كمان انت لازم تعملي حاجات كتير قوي علشان تقدري يعني الفيرست امبريشن بتاعي يكون حلو, الانطباع الاول يكون حلو. فطبعا في ناس يعني بتقابل ناس لاول مره, سنك كام سنه؟ طيب انت بتشتغلي ايه ده في المكان؟ هو السؤال ده ما ينفعش اساله لوحده ست؟ لا ما ينفعش. لا لا, بس انا والله بشوف انه عادي يعني. لا, او يمكن عشان انا بقول يعني عادي, فبحس انه عادي. ما الناس عرفش. مش زي بعضها بس هو في الاتيكيت لا, ممنوع انك تسالي اول مره تقعدي مع حد روحي قايله لها انت عندك بقى كام سنه. طب ولا واحده لوحده يعني, مش راجل لست بنت البنت, ولا واحد لوحده ولا ست لست, ما ينفعش. مش من الاتيكيت خالص ان انت تقعدي مع حد لاول مره وتروحي تسأليها سنك او عمرك قد ايه. في كمان اسئله مثلا مجرد ما تعرفي ان هي بتشتغل في مكان معين تروحي تسأليها, طب انت مرتبك قد ايه؟
ده انا السؤال ده بكرهه كره، السؤال ده جدا عيب على يعني. فكره يعني، حاجه اللي هو تخسر مالي قوي. حضرتك، مالك انا باخد في ايه، هيفرق معاكي في ايه حضرتك يعني. عارفه بقى الاتيكيت ازاي انك تردي؟ ايوه في كذا بقى طريقه. ان كنت تاخدي الموضوع كهزار، يا مثلا 10 جنيه ممكن اوقات 20، عارفه تاخديها بهزار، خدها بضحك. او ممكن تقولي صدقني مش فاكره. يعني هو بيوصل لها انه انا مش عايزه مش عايزه اجاوب، ارد. او ان السؤال بيرسونال، فانت ازاي تسالي حاجه زي كده. ايه فبرضو من ضمن القعده لاول مره او الاتيكيت بتاع مقابلات المره الاولى، ان في بقى ناس يعني مثلا لو في كذا حد قاعد، انا بقى دلوقتي بوجه لك انت الكلام بس، سايبه الباقي مش ببص لهم حتى، يعني الاي كونتاكت ان انا اوزع نظراتي على اللي على قاعدين الجروب كلهم، كله اللي قاعد. مش مفروض ان انا دلوقتي بتكلم معاكي ببص لك وسايبه بقى الباقي مش بوجه لهم كلام. طيب في سؤال بقى انا نفسي بتحط فيه، ويعني ما بقى مش عايزه احكي بس يعني، وبتبقى ردودي ساعات مختلفه، ايوه وفي ناس ساعات اقول لها ايه ما فيش نصيب، حاجه تخصني، اتطلقتي ليه؟ اوف ارد طبعا. اقول ايه؟ لا برضو تاخدي الموضوع كهزار، ماليش مزاج ان انا اكمل، عارفه اللي هو موضه دلوقتي، طلاق دلوقتي موضه، عارفه الهزار بناخده باب للخروج من المواقف المحرجه اللي الناس بتبقى مش يعني عارفه. التهريج زي ما بنقول احنا، التهريج اصلا ساعات بيبقى اصله جد، في ان انا لما اهرج هي تفهم او هو يفهم ان انا قصدي، طبعا انا مش بهرج على فكره. انت عارفه كمان هي كالتشر، يعني هي ثقافه، في ناس متخيله انه ايه المشكله، طب ما هي طالما انفصلت قدام الناس كلها، طب اي ما بس دي حياتي طبيعي. الشخصيه، انا مش عايزه اقول انا اتطلقت طبعا ليه. ده غلط جدا وعيب جدا ان انا اسال حد اقول لها انت طلقتي ليه، فانا برد بهزار، يعني باخد الموضوع من بند الهزار انه ماليش نفس والله اكمل. وببتدي اضحك، طبعا المفروض اللي قدامي تفهم ان هي دخلت في منطقه بيرسونال، خلاص ستوب، فانا شايفه والله يا اكيد جماعه هتسكت. دلوقتي احرق يعني، انا دي وجهه نظري، محدش بقى بيتكسف، فلما حد يسال بتاخده خالص كام محدش له دعوه يعني. يعني لما انت طلقتي لي حاجه شخصيه برضو، مفيش نصيب، انا دي الكلمه اللي بقولها، مفيش نصيب، هو كويس وانا كويسه بس مفيش نصيب يا جماعه ان احنا عارفه نكمل. كلمه مفيش نصيب هتستدرج اللي قدامك ان هو يقولك يعني ازاي مفيش بيصير نصيب، فضوله. ازاي ما انتي برضو هي معقوله الجمال كالتشر. ده يعني يا جماعه، انا مش عايزه يعني خلاص يعني، هو مش عايز يكمل، كل واحد حر يعني. لا في تفاصيل كتير جوه الموضوع مش مفروض ان حد يعرفها غير الاتنين دول بس. طيب ماشي، خليني اروح لحاجه تانية. اتنين بيبقوا متجوزين مثلا لسه جداد، اوكي ايه مش هنشوف لك بقى حته عيل كده نشيله بقى، وهم اتنين واحد واحده متجوزين ومتفقين ان هم مش عايزين يخلفوا دلوقتي، مثلا عندهم مشكله معينه او عندهم مشكله ماديه او وات ايفر، هم مش ربنا ما اداهمش لسه حته عيل، المفروض الست او الراجل يردوا في الموضوع ده ازاي؟ الحقيقه في ناس بتحب تقعد في الدولاب، ده اصح تعبير الصراحه ده. في ناس بتحب تقعد في الدولاب الحقيقه، عايزه اقول لهم اوكي يعني المره الجايه هفضي لك درفه لطيفه في الدولاب تشرفينا فيها، بس طبعا ده ما ينفعش يكون رد. يعني في ردود كتير جدا، في انا كنت عامله بنود كتيره كده على الرد على الاسئله المحرجه، كان من ضمنها ان انت ليه لحد دلوقتي ما خلفتيش، مش عايزه استمتع انا وجوزي الاول. مثلا لو هي معاها بيبي شايفاكي قد ايه متعذبه، كل ما بشوف حد باخد منه نصيحه من غير ما ياخد باله ان انا المفروض ااجل. طيب يعني يعني في كذا طريقه دبلوماسيه ممكن الواحد يطلع بيها، او بتهريج طبعا زي ما انت قلت يا يعني. خبر ده ايه ده، الاطفال متعبين قوي كده، لا المفروض ان انا ااجل شويه، انا حالا اخدت القرار الصح ان انا المفروض فعلا ان انا ما كنت اخلفش. طيب لو واحده بقى ما اتجوزتش، واحنا سن الزواج هنا في مصر ارتفع الحقيقه، ده حقيقي. فواحده مثلا عدت ال30 وايه بقى مش هنفرح بيكي، مش هتتجدعني، هتجدعني اعمل ايه حضرتك يعني؟ ايوه ايه المفروض ارد اقول ايه؟ والله في بقى الموضوع العريس ده يعني ليه ردود كتير، لسه ما قابلتش الحد اللي يخطفني، طب ايه هو الحد، والله بقى لما اشوفه ساعتها هقدر اقرر، مش هقدر اجاوب على السؤال من قبل ما اشوفه. يعني في اسئله كتير، ردود كتير جدا تقدري ترديها في الاسئله بتاعه الخلفه والجواز، تندرج تحتها بقى هزار، تندرج تحتها ان انا ممكن اقول لسه ما قابلتش الحد اللي يخطفني. يعني عارفه في ردود مش لازم تتضايقي، يعني مش لازم انت تبقي متضايقه والسؤال بيتسالك خالص، دي كالتشر، دي ثقافه، اللي قدامي مش زيي، مش زي اللي حواليا، كل واحد ليه شخصيه وثقافه مختلفه عن التاني. طيب حلو قوي. نيجي بقى مثلا احنا شم النسيم قرب، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الناس طيبين وبخير يا رب.
في شم النسيم كل يعني كل سواء عيله او صحاب بيتجمعوا ويروحوا يتجمعوا في مكان واحد. فممكن انا اتجمع عند حد بس انا اكون لسه اول مره اروح له. فوانا رايحه مفروض اخد معايا ايه ما اخدش ايه؟ بتبقى حسب المناسبه ولا ملهاش علاقه؟ لا هي كل حاجه بقى. اوكي هو بس انا حابه قبل ما اتكلم في شم النسيم حابه اقول بوينت مهمه جدا وهي عيد الام. كل سنه وكل الامهات طيبين. انت طيبه. في ناس ما عندهاش امهات، في ناس مفتقدين نعمه ان هم يكونوا عندهم طبعاً. ام. والفيسبوك دلوقتي بقى مليان بالتهاني واغنيه ست الحبايب يا حبيبه واعمل تاج لمامتي، وفي ناس بيتالموا في صمت. فحابه جدا انوه عن البوينت دي انه بليز بلاش نجرح الناس من غير ما نحس. طيب ده بالنسبه لعيد الام، بالنسبه لعيد الام ما ننزلش بوستات وما نشيرش اغاني وكده عشان الاحترام يعني لمشاعر الاخرين. واتساب بقى برايفت حاجات كده. طيب لو رايحه العزومه اللي عند حد لاول مره ملهاش علاقه بقى بالمناسبه، هي تشوكلت انسب هديه وانا رايحه لحد لاول مره. حسب بقى الامكانيات بتاعتي باخد التشوكلت في حاجه سيلفر او في حاجه بقى معدن او وات ايفر، يعني الحاجه اللي هتناسب امكانياتي الماديه. ولكن هي التشوكلت والورد الاثنين مع بعض دول اشيك وارق هديه ممكن اخدها لحد وانا رايحه له لو زياره في البيت لاول مره. طيب اخيرا بقى وانا قاعده جوه البيت معاهم اقوم اتعامل واشيل مثلا من على السفره واحط حاجات ولا لا اكل واروح؟ يعني انا بقى بحس ان انا عيب اللي هو انا جاي اكل وامشي يا جماعه، لا انا هاكل واشيله، يعني احسسهم ان انا واحده من البيت ولا لا ده ما ينفعش؟ لو اول مره لا، مش من اتيكيت ان انا اقوم، لان ممكن يكونوا هم مخربين حاجه مداريين حاجه، مش مفروض ان انا اكسفهم واقول لهم انتوا المفروض الشقه كلها تبقى مترتبه علشان انا ما اشوفش الحاجات اللي انتوا مش عايزيني اشوفها. طيب حاجات حلوه جدا يا جماعه، ويمكن سمعنا حاجات بسيطه جدا ومش ملهاش لازمه ان احنا نتدخل في امور الاخرين، لان من تدخل فيما لا يرضي سمعه فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. انا بشكرك شكرا جزيلا شهندة شاول خبيره الاتيكيت، نورتينا في كلام البنات. ميرسي كوليكس ميرسي، انا مبسوطه جدا ان انا معاكي. يا رب الفقره تكون عجبت المشاهدين ان شاء الله. اكيد طبعا. عندنا فاصل وهنرجع بقى اخر فقره مع المخترع الشاب عمرو ندى، لكن بعد الفاصل.